سجل عن دار الملعب بابا يارا ستاديوم بكوماسي لليس دفع مباراة الدب في تصفيات فريق أموال لكأس العالم قطر 2022 بين المنتخب الغاني والمنتخب نيجيريا في مواجهة قوية وصعبة بين المنتخبين. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فقط الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. وسوف تلعب من الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعة 7:30 بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل هذه المباراة على قناة SS Sport HD4 الناقل الحصري لهذه المباراة. تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة واشتركوا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز؟ هل المنتخب الغاني أو المنتخب نيجيريا؟